محبي الإعلامي القدير أحمد موسى معانا والدور عليهم في الكلام. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. الرئيس عبد الفتاح السيسي مضى اتفاقية المبادئ. أيوة يا فندم، هو اتفاقية المبادئ بتنص إن هو يكون في اتفاق ما بين مصر والسودان يلزم الطرفين الثلاث أطراف إن هم يكون في اتفاق ما بينهم بما لا يضر بحصة مصر، وده اللي مكتوب في الاتفاقية يا فندم. طيب أنا هل هتدخل وأقول للأثيوبيا ما تمليش سد؟ أكيد لأ طبعا، مش من حق إن أنا أمنع دولة إنها تبني سد. طيب اتفاق المبادئ تفيد مصر في إيه؟ إن ليها إن مصر مش من دولة عن تهية أو تجبر حد زي ما تركيا بتجبر العراق مثلا وتقفل عليهم. لأ مصر لأ، إحنا ما بنجبركوش يا جماعة، أنتوا عايزين تبنوا سد ابنه بما لا يضر بينا. طيب اللي بيحصل دلوقتي والرئيس السيسي بيعمله ده بإيه؟ هو اللي بيعمله هو تكملة للي بدأه. بدأ إن هو يبين إن هو مش ضد أثيوبيا ومش ضد التنمية، بالعكس دايما الرئيس بيواجه خطابه أنا مع تنمية أثيوبيا والدول الأفريقية، والدول دي حقها، ده حقهم يا جماعة، ده أرضهم. طيب الرئيس السيسي ليه الوقت قلب الخطاب إيه اللي الخط الأحمر والنظام ده؟ اللي أنا شايفه إن أثيوبيا عايزة إن هي تبدأ تملى السد في أسرع وقت، بحيث إن أبي أحمد دخل على انتخابات فعايز ياخد بوينت عند الشعب، فلازم يصنع عدو وهمي وهو الشعب المصري، وإن مصر عايزة تدمر لهم السد، فلازم يستنفذ الشعب داخليا ويستفزه. فطبعا الرئيس السيسي زي ما هو قال وعدنا إن هو مش هيفرط في نقطة مية، وده اللي بدأ يطلع التصعيد المصري والتصعيد العسكري بالتدريبات النصورية الموجودة في مطار مروة في السودان. نتمنى أن تكون رسالة عسكرية واضحة وما يكونش الورقة اللي قدامنا بس هي ورقة التفاوض، يكون في ورقة تانية. بشكرك جدا يا أحمد إذا كان اسمك أحمد. طيب